زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، ومعنا كما قلت ضيفنا سامي العروس اللاعب السابق الترجي في التونسي. كذلك نحكي معها اكيد في النص ساعه الاولى كما قلت منذ قليل على مقابله السوبر كوب اللي بيضح، بعد في النص ساعه الثانيه نحكيو على مسيرته كما تعودنا في ضيوفنا الكل. سامي اهلا بك من جديد. اهلا بك وعلى السيد المستمعين كسبير سفين. باهي نبداو بصفه عامه، كيف شفت الماتش البارح بين الاسبيرونس والزمالك؟ تقريب الترجي معناتها البارح خسر، اول حاجه نقولوا خسر التيتر نتاعو. المقابلة باش نعاود نفهموها أكثر، باش نقولوا كمالة لمقابلة الرجاء، يعني عم ناول هي كمالة معناتها كيما السنة كيما الرجاء وكيما زاد مقابلة المستير. ما تبدل شيء، يعني اللي ميم فوت اللي ميم برانسيب جينا بهم. باش نوضحوا أكثر للناس نقولوا معين ولا الستاف تكنيك اختار باش يلعب الكره الشامله ولا الكونسيرفاسيون افيك معناتها مع الارسيلمون. الكره الشامله ولو شفنا الزمالك البارح شدت الكره اكثر. اه فوالا تنرجع شفتو الميتون الاولى الميتون الثاني ولا الاسبيرونس طلع تنرجع نقولوا على شدت الكره اكثر. في الكره نتاعك اللي اخترتها اخترت باش تلعب الكره الشامله والكونسيرفاسيون والارسيلمون. هنا في المقابل هل انه انت الكيب نتاعك، يعني انت تقيس ديما، احنا نقيسوا بالماتشات هكا ولا نقيسوا بالماتشات تاع الشامبيونات. الماتشات نتاع الشامبيونات نتاعنا بالنسبه لي انا ضعيفه برشا الشامبيونات نتاعنا، وزاد اكثر من هكا اللي تروا جران ماتش نتاعنا معناتها نتاع الكلوب والسي اس اس ضعيفه برشا. الاسبيرونس هربت بالناس الكل، هربت الاسبيرونس هربت، والدليل في الكلاسمون معناها، والدليل في الكلاسمون والجمعيه الكل تمر بمشاكل، جمعيه الكل يعني في النتائج ماشي مستقره نتاعها، تبديل المدربين، مشاكل ماديه، مشاكل بيرو، مشاكل اداره، هذه الجمعيه تاع تونس اكثر لا ماجوريتي شويه. المستير قاعده انت في ستابيليتي، لكن ديما المستير ماهيش في الامكانيات الماديه ولا الامكانيات البشريه ولا الجمهور تاع الجمعيات. ولو انه في الوتور تراجعت شوي، نتائج خساره مع اسبيرونس مع سي اس اس، اليوم خاسره تو مع ايتوال في ميتولول واحد بلاش. هذه هي الجران كلوب معناتها الخساره مش زوز ورا بعضهم، بيتي كلوب نجم ياثر عليك. ما نقولش معناتها نجم تاثر عليك الخساره وتنجم تدخل في سيكل نتاع خساره، لانه الجو الكل يتبدل نتاعك. نرجعوا للشامبيونات نتاع تونس اللي هي ماهيش ريفيرونس. انت تلعب الكره الشامله ولا تلعب الكونسيرفاسيون يعني وتفكها في ساعه، لكن كي تيح مع ايكيب انت وقت تخسر الكره وتعاود هي تستحفظ على الكره نمشيو بالبوان بالبوان. دونك انت خسرت الكونسيرفاسيون نتاعك وخسرت يعني كما نقولوا احنا نسبه الامتلاك الكره. سورتو هي بدا عندها لاعبيه تكنيك شبه الكره كيف الجاني كيما اوباما كيما بن شرقي. ايكيب تكنيك يعني في الكره نتاعك انت خسرت الستيل نتاع الدوجو نتاعك، انت تلعب الكره تعب ليكيب ادفيرس، من بعد تفك لها الكره فيسا وترجع تدور الكره حتى لين تلقى الفايت، تلقى الانترفال والا يعني تلقى الباس نتاعك يا اما في الانترفال يا اما في السباس يعني من الزون للزون والا في الانترفال بين زوج جوارات. هنا ما لقيتهاش، يعني هو اش عمل لونترونير نتاع الزمالك؟ جاء يعني يعرف الفالور نتاع الاسبيرونس ويعرف الفالور نتاع الكيب نتاعو، عمل بلوك با تو نورمالمون يقول قايل سكر الوسط هو عمل. يعني سامي انت حكيت على ماتش رجاء عم ناول، نحب نذكر نفس المدرب باتريس كارتوران هو اللي كان قاد الزمالك، قاد رجاء عم ناول والسنين مع الزمالك. هو ستيل هذا نتاع الاسبيرونس باش يعني باش تكسروا ستيل هذا حاجتين، يا تعمل البلوك با، البلوك با تنقص يعني من الاسباس، تنقص الجري نتاعك، خاطر شنو باش تدور الكره باللارجور فهمني، ولا يعني تدور الكره باللارجور باش تعب لك لي زاتاكون نتاعك، باش تعب لك الميليو نتاعك، تقعد تعمل لك في الكونسيرفاسيون حتى لين انت ما عادش الفيتيس نتاعك، كل ما تزيد شويه كل ما ينقص الفيتيس نتاعك، وقتها انت ما عادش تنجم تعمل الكوفرتير، وقت تنقص يعني الكوفرتير حتى في وتلقى لا كونتر، يعني تلقى الديفيرينس اللي عملها البلاي اللي قبل ولا اللي عملها البدري ولا اللي عملها الهوني. هذوما ثلاثه يعني ولا تلقى الفايت، لكن في اسباس صغير ماكش تلقى يعني ديما حتى الهوني ولا حتى لي زاتاكون باش تلقى جوار وتلقى وراه واحد اخر يعني باش يكوفريه، والاسباس يضيق والانرجي يقعد فري الجوار. دونك هو اش عمل؟ جا احتاط من انه يرهق الفريق نتاعو، وقت تشوف يعني في 90 دقيقه يعمل لك كونتر اتاك باربع ملاعبيه معناتها اربعه في 18 متر. سامي هذا مهم صحيح، تنزيد نحكيو فيه اكثر بعد في التفاصيل، لكن البارح شفت لاحظت حاجه، الروح والقليب كانت من زمالك اكثر، هما الاولانيين على الكوره، هما كل شيء اكثر من لاعبيه الاسبيرونس.
صحيح مشيت معاهم البونتو الاول يعني دخلت الكره نتاع الاولانيه 2 مينوت ولا 3 مينوت يزيد يمركب بونتو ظاهرين كونسنتري ظاهرين عارفين شو يعملوا ظهرت الخطه التكتيكيه يعني خدمينها بالكدا يعني تقريب ويكلو هما يترناو درا قداش يعني عندهم مده طويله يحضروا في ماتش الترجي التونسي وجايب الخطه نتاعو الخطه اللي يابليكيها مع الرجاء جاي يعاود فيها كما قلت لك العب ال 4 3 1 اللي تتبدل ال 4 5 1 يعني هو شنو ال 4 3 1 نتاع الاسبيرونس تجي ضدها في اللعب تجي ضدها ال 4 5 1 انت عندك 3 ميليو تيران وتسيف في تروازة تاكون فهمني ولا يعني انت عامل الهجوم اكثر من الوسط اللي في الوسط نتاعك تكنيكمون يزم يكونوا قويين او ميم طون يزم في ساعة الكره توصل للاتاك باش نجم تعمل الديفيرنسا هو جاش عمل جاش صغر في الاسباس نتاع نتاع التيران وسكر يعني التالي وعمل لك خمسه في الوسط الخمسه في الوسط سيرو ما اشتغلت في الباس في الـ في الـ في الـ كي عمل لك لارسيلمون باش عمل لك لارسيلمون بلوك اكثر بدو تروا يعني اذا كان غلطت انت هو باش ياخذ الكره هذيك مع ايكيب تكنيك كما قلت انت تعرف تخرج الكره ويعرفوا يلعبوا لي زون دو القراب وما يطولوش في الكره قاعدين يلعبوا يعني موسين ظهر تطويل الكره ليه يعني هم باش يعملوا باش يخرجوا بالكره نظيفه وباش يطلعوا مع بعضهم باش يطلعوا اون كورس ما يطلعوا كره في ساقين خاطر ما يلعبوش الباس لون ولا ما يلعبوش دياغونال طويله هما قاعدين هكاك يعني عرف اللي عنده زاد كيب تكنيك في الوسط عنده فيرجاني سياسي عنده البيفو تاع الكيب ناسيونال وعنده دوزيلي قويين في الدريب الان كونترا يعني قاعدين ما يخسروا الكرة هنا احنا ما حضرناش هذا الكل احنا حضرنا السيل نتاعنا وان فا لابليكي على اي كيب نحبوا نابليكيو على اي كيب وانا ما نجحناش في لابليكاسيون نتاعنا ما نجحناش وما حتى في الكونسيرفاسيون اللي هي هامه برشا في الستيل دو جو هذايا عملنا ايغال انت 50 50 ولا 54 46 مع ميم طون لي فوت انديفيديوال موجوده في الستيل هذايا خاطر انت باش تلعب بالكونسيرفاسيون باش تلعب بالكره لوطه باش تلعب لي فوت هذوما توجدوا مع لي فوت ما منعنا من زوز بريمير ميتون وتمركت واحده وفي الدوزيام ميتون زاد كيف كيف منعنا من زوز ولا تمركت وتمركاو زوز اون ابي كاش وكاو بي هات نبداو بالتشكيله سامي شنو رايك في التشكيله بدا بها معين التشكيله بدا بها معين اللي نجم نقول واحنا سامح الدربالي وخليل شمام وكوامي ما كانوش في نهارهم ثلاثه ظاهرين معناتها ثلاثه كانوا مصابين صحيح الريتم تاع الجو بتاعهم ماهوش عالي مازالوا كيرجعوا يعني وخليل سامح الدربالي مصاب كوامي كان مصاب وخليل شمام كان مصاب ثلاثة دو فوا يمكن سامح الدربالي معناتها في باس دياغونال ما خلطش معناتها في الكورة ما نجمش يخلط فريشير فيزيك تكنيكمون عمل دو تروا سونتراج معناتها باين في الدريب لقى روحه زاد يعني نجم يعوجوا به ثم واحدة بريمير ميتون تعوج به يعني اللاج نتاعو تحكم عليه وكذا وزيد مصاب كيف كيف خليل شمام كان مصاب ما عندوش الريتم تاع المقابلات كنت تفضل انه يبدا بالذوادي خير لا حتى الذوادي ما عندوش في سقيم كيف كيف نفس الاشكال ما عندوش في سقيم ماتشوات برشا اللي شاد الرجل هو يعقوبي وبدران بدران تضرب لقينا المشكله غاديك خليل شمام حتى في الاخر ظهر خليل شمام ما نجمش يكمل المقابله من الارهاق نتاعو يعني تعب شويه تحسه تعب معناها في النقطه هذه ما اخطاش معين كان مفروض عليه معناها انه يبدا بخليل شمام خليل شمام والدربالي كان عنده المبارك كان ينجم يكون المبارك خليل شمام لازم باش يلعب خاطر ما عندوش شكون نجيو للكوامي اللي هنا كوامي وبالرمضان شكون اللي يلعب معناتها بالرغم كوامي كان مصاب هو اختار كوامي على بالرمضان بالرغم زاد بالرمضان كان من احسن اللاعبين في المقابلات اللي فاتوا تقريبا بالرمضان راهو نحطوا الديفيرنس بين كوامي وبالرمضان باش نعرفوا نعطيك حاجه قولين صحيح ولا لا لاحظتوا في بالرمضان ملاعب يعرف يبني الهجمه لي باس نتاعو ديما يكسر ليني معناتها ديما القدام ما يلعبش لاتيرال بالرمضان صحيح بالرمضان هو بلو تكنيك يعني باش نقولوا احنا الكوامي سي ان بيفو بالرمضان ماهوش بيفو ثم اللي هذوما الكاليتي نتاع اللاعبيه كيما ابراهيم كيما اسمه نتاع ريال مدريد مودريتش وكيما بوجبا نتاع مانشستر يونايتد جوار ماهمش دي بيفو وماهمش دي ريجيسور جايين بين البينين معناتها نسموهم احنا روليير معناتها نحب نقولوا روليير لكن ماهوش روليير هو سي ان بيفو خاطر فكك عنده الكاليتي نتاع الفكين وعنده الكاليتي نتاع الباس وعنده الكاليتي زاد نتاع الباس الاخراني ينجم لك وعنده زاد يلعب لك في التيران هذوما الزوز مطلوبين في الفوتبول موديرن ولي زونترونير يحبوهم برشا يعاونوك او ميم طون انت تنجم وحتى كي قريب يقرب للكاج تلقى عنده مو كاليتي تكنيك نتاع فراب نتاع باس نتاع دياغونال
تاع باسلون كوامي جاتو دو فوا راهو باش باش يعمل التير وهو ما عندوش التير خاطر فصلتها بالانتيريور دو بي وما عندوش الفراب. هنا معين اختار باش يلعب بكوامي باش تقول لي فكاك اكثر. نقول لك حتى بالرمضان فكاك باش تقول لي كوامي. نقول لك انا بكوامي كان مضروب الاختيار هذايا نتاع كوامي برمضان. انا بدي صحيح 50 50 ينجم يلعب اي واحد لكن كنت نخير انا بالرمضان على خاطر بالرمضان ينجم يلعب لك القدام اكثر ينجم يعاونك وينجم يفك لك وصغير في العمر 20 يعني وقاعد في بالي ما انت طالع شويه. هو اختار كوامي وكوامي زاد ملاعب باهي لكن كوامي نقولوا احنا في البريود الاخرانيه قاعد يعمل في ديفوت معناتها في الباس في بكود فوت معناتها حتى ثم ماتش الاخراني في رادس يمكن عمل برشا اخطاء في خروج الكوره وستيل دو جو نتاعنا هذايا راهو ما يلزموش اخطاء يلزمكش تغلط اذا كان تغلط او موان موان ثم كوره ما تنجمش تغلط فيها ما تنجمش ما يسامحوكش باس لاتيرال معين عمل الروتاسيون تاع تروا بيفو الروتاسيون تاع تروا بيفو مرات راهو بالغيث يلعب بيفو سنتينيل هو نورمالمون كوليبالي يلعب سنتينيل وما يتحركش ويقعد يعمل في الروتاسيون بين زوز بيفوات ما ينجمش معناتها اش اختار واختار في الخروج الكره باش ما يتحسرش يدور البيفوات نتاعو مره تلقى بالغيث في الوسط وجد بالصدفه جا كوامي في الوسط وكوليبالي القدام يعني حتى الكوفرتير نتاع نتاع خساره الكره يجم يعملها هو وكان ينجم زاد يعمل فوت وما خدش ديسيزيون صحيحه خاطر ما عرفش ثم كيما نقولوا احنا ثم ثلاثة أربعة غلطات باش مركا البونتو زيد لاريير راكسيال ما طلعش وقاعد يوخر على ساقو لين وصل له يعني تحلت لونجل وتمركا البونتو معناتها والجارديان معناتها ما داز ما عرفش صارت أربعة خمسة أربعة غلطات باش تمركا البونتو. نرجع نقولوا ستيل دو جو هذايا نتاع التيكي تاكا ولا نتاع ستيل دو جو اللعب الشامل ماكش باش تطبقوا على الجمعيات الكل ما تنجمش تابليكيه على الجمعيات الكل خاطر ثم جمعيات ينجم أنت شنو التدوير الكره نتاعك انت الوسط نتاعك باش تعمل له تدوير في التيران ماكش تخليه بلوك بلوكي معناتها ماكش تخليه في لي بوست نتاعو باش تقعد تدور كره باش تقعد تفركس على الـ على الـ يعني باش تنقل بالملاعبيه باش تبدل لي بوست نتاعهم باش تعمل روتاسيون تاع الوسط. هنا اي كره تخسرها باش تلقى روحك اون ديزيكيليبر ماكش واقف. بالنسبه للمهاجم الاختيار كان بين الخنيسي وترا معين فضل يكون وترا شنو رايك في اعتماد عليه من الاول؟ بالنسبه لي انا هما زوز قراب لبعضهم معناتها في الكوره. انا راه المهاجم الخنيسي راهو لاتاكون معناتها كيفاش نعمقوا شويه في لاتاكون ثم برشا نوع نتاع كاليتي نتاع ديزاتاكون احنا نخدموا هكاك نخدموا في ليزاتاكون نخدموا كل كيف كيف ثم لي راهو توا ثم طبه ثم طب عام ثم سبيسياليست تمشي انت تو مثلا تقول لي انا عندي توجع فيا كرشي نمشي نقول لك انا برا الطبيب نتاع عينين ليه توجع في كرشك برا الطبيب الاستوما برا الطبيب الكرش ولا توجع فيك عينيك برا الطبيب العينين جرسك برا الدونتيست احنا تو نحبوا نخدموا تو ستاف تكنيك تاع الاسبيرونس فيه زوز وانت في لو نيفو وباش تعمل سبيسيفيك وباش او موان على الاقل عندك عندك ان اتاكون عندك شكون يخدم الاتاك شكون يعطيك لي زيدي شكون يقول لك هنا ذي شنو الكاليتي نتاعو هذا ونخدموا على الكاليتي فور خي انت رونالدو عنده الكاليتي رونالدو يعرفوها الدريبيله نتاعو تهزن ساقين لكن ديما يعملها خاطر هو فور فيه كي تبدا عندك جوار فور وانت ما تخدمش عليه تو الخنيسي تو برشا ناس مش فاهمه شنو الخنيسي شنو ترى باش نعطيك شنو الديفيرنس بيناتهم الخنيسي في الكاليتي نتاعو سي تان اتاكون يتسمى اتاكون رونار يحب الكره في الذهب رونار الرونار اتاكون رونار هو الاتاكون اللي يلعب على الليني على الاخرين على الجوار الاخرين كما قلت انت يحب الكره في الظهر ويلزم يكسر لور جو يلزم يعرف يكسر لور جو يلزم يكون فينيسور يلزم يكون تكنيسيان ثم حاجات خاطر باش تعمل الكره الاخر كيما سواريز اخي سواريز ان جران تاكون هو سواريز كي تقارن انت بالاتاكون الكبار تقارن انت سواريز مثلا برايموفيتش لكن هو ينجح مع ستيل نتاع البرسا في 4 3 3 حاشتهم بالستيل هذاك اللي يكمل الهجمه وترى ماهوش اتاكون رونار يتسمى اتاكون بيفو اتاكون اللي يجي التالي اللي يعمل ستاسيون وماهوش نافي دمي يحب يرجعوه زيد نافي دمي
لا ما ينجمش يجيك من تالي يجري خاطر هو السنتر وطويل وقبري حتى السنتر دو جرافيتي نتاعو معناتها الدوره نتاعو صعيبه صعيبه يتحسر فيه ساعه ماهوش الخنيسي الخنيسي اسرع في الظهر كي يدور لك يعني احنا كي باش نختاروا تو الاتاكون اللي نحبوا نخدموه في الماتش نتاع البارح كان ينجم يكون الخنيسي انجح بالنسبه لي علاش خاطر احنا ديما نفركسوا على ولينا نفركسوا على الدياغونال ولينا نفركسوا على الجورابيد ما عادش ولينا نفركسوا على باش يحضر كوره ونخلطوا البلوك فهمني ولا كي باش تخلط البلوك تعمل ستاسيون تخلط البلوك وتخدم لي زون دو وتخدم على لي زاتاكون تاعك لي زيليين تاعك اللي هما انا بالنسبه لي انا الهوني صحيح على ساقه صحيحه سي تاني لي دانتيريور اتاكون لي انتيريور يحب يدخل على الانتيريور ويحب يشوت وناقص فيها شوي التير نتاعو ناقصه برشا مرات يحط روحه في ستياسيون باهيه نتاع تير لكن ما يكملهاش صحيحه ما يكملهاش الفينيسيون ما يكملهاش صحيحه الهوني تسمى انا البلايلي في البوست اللي كان بينه وبين البلايلي فوالا كان افيكاس البلايلي يشوت مليح في الصحيح زدو دو بلور لكن البلايلي بلو افيكاس عليه في التير في التيرمينيون نتاع الكره هذاك يتسمى اتاكون لي انتيريور بنساحه بنساحة سامي لتو ما شفناش بنساحة معناها ماهوش إلى حد الآن ماهوش في قيمة اللي مشى نيس البدري إلى حد الآن احنا تو باش نكلاسيو بنساحة باش نكلاسيو تاكون شنو تاكون دانتيريور ماهوش على ساقو اليمين هو ساد روتي دونك احنا ما حطيناهوش في ساقو اليمين لأنه الهوني حطو غاتيك باش نحطو باش نكلاسيو الهوني يحب يلعب على اليسار الهوني تسمى تاكون دانتيريور كيما نيمار يحب يلعب على اليسار فوالا علاش تسمى تاكون دانتيريور يحب يدخل في الانتيريور باش يشوت هذا تسمى تاكون دانتيريور ثم تاكون لي اللي يكمل الهجمة ويسنتر هذا يتسمى تاكون لي لاتاكون هو بنساحة درواتي وانا حطيناه على اليمين هكا ولا دونك في التيرمينيزون تاعو يا يكمل بسونتراج يا يكمل بروتري خاطر ما نجمش يحط على ساقه اليسار ويشوط صحيح احنا حطيناه غاديك زيد قتلناه يعني حتى في البوست نتاعو بنساحة ما هي صحيح فهمني ولا يعني قتلناه انيس البدري يلعب اليمين وكان يلعب غادي في البوست هذيك ناجح البدري علاش انجح منه البدري البدري عنده تير يطير لكن يدخل البدري وعنده تير باليسار زاد البدري راهو سي انتيريور شوفوا برشا مرات يشوت باليسار وحتى في الدياغونال عنده حلوف في الدريبل نتاعو يحط على عنده لوبوزي البدري بونتو الاهلي في لوبوزي بونتو الكل في لوبوزي يجري يدخل ومن بعد يخرج على لكن البدري ما يلعبلكش على اللين دوتوش يهرب لك من اللين دوتوش راهو البدري الحاجه الباهيه فيه البدري يهرب من اللين دوتوش ما يقعدش على اللين دوتوش يحب يدخل شويه باش يحط روحه في سيتياسيون تاع تير وهذاك علاش نجح البدري احنا توا ناقصين انغوشي كيفاش نحبوا نلعبوا باتاكون على اليسار ناقصين انغوشي بنساحه غادي ما ينجحش بالنسبه لي انا ما ينجمش ينجح ينجم يدخل نافي دمي مزيان نجم يكون الحل ما تفرجتش فيه مازلت ما تفرجتش فيه ينجم يكون الحل لكن ظهر لي مزيان يحب يلعب زاد على ساق اليمين اتاكون دانتيريور يحب يشوط باش تلقى مشكله نجيو للتغييرات سامي نبداو بالتغيير الاول دخول واتراب دخول الخنيسي سامحني ما كان كوامي بونسو اي خسر ترجي ولا يلعب زوز مهاجمين احنا خاسرين وقتها والتغييرات مش مفهومين بالنسبه لي انا باش نرجعوا لهم بالوحده بالوحده يخرج كوامي بونسو يلعب دو بيفو رجع ظهر لي بالغيث وكوليبالي وظهر لي من بعد فهمت شويه رجع نافي دمي وترى رجعوا كامر ريجيسور وصارت برشا مقابلات يعني رجعوا كامر ريجيسور يجيب الكره من تالي ويحبوا يخلط يمكن في الديزيام بال يحب ستان بيتور معناتها صحيح هو ستان تكنيسيان نقول لك انا لكن ماهوش باسور ستان كما قلت لك يلعب بالظهر ويستحفظ لك على الكره لكن ماهوش باسور لذلك هو راه اللي ما مشيتش يولي ينحي يدخل بس اسمه بنشوك يرجع هو ريجيسور وينحي الاتاكون وترى وينحي بنساحه ويحط بن حمود تروى شانجمون القدام حاب يبدل شويه يمكن ماهيش واضحه بالكدا لكن تم روتاسيون زايده كان ينجم يخرج وترى يحط من الاول بنشوك وكان ينجم ينحي بنساحه ويحط الاتاكون الثاني بن حمود وتريد باش ما تدخلش بعضها باش تولي بوست خاطر مش تدخل انت وتحط وتبدل وترجع وكذا يولي مش مفهومه بالكدا هذا هما لي شانجمون اللي نجم نقولوا معناها كارتورون تفوق على معين شعباني في الدويل بيناتهم البارح دويل تكتيك نحكي اي كره تكتيك البارح دويل تكتيك قرانا بالكدا اش عمل هو كما قلت لك احنا جازفنا انا شفت دقيقه الاولى دقيقتين الاولى نعملوا في الارسالمون الفوق
انت تعمل في الارسلمون اول حاجه الزمالك ما نعرفوهاش، ما نعرفوش ستيل الجو نتاعها، ما نعرفوش الكاليتي نتاعها تاع الجوار كيفاش يخرجوا بالكره، وظهروا اللي هما قويين في خروج الكره، ما تخرج الكره نظيف. ما تصورش معايا شعباني ما لبسش الزمالك ما يعرفهاش سامي، لا هو تغرر شويه يقول لك انا اقوى منها، خاطر لعب بستيل معين، كي تلعب بستيل هذاك يعني انت فافوري. اول حاجه حليت اللعب، عملت الارسلمون، حبيت تستحوذ على الكره من الاول في ساعه، ما شفتش الادفيرسير شنو هو الكاليتي نتاعو، وقبلت في تقبل بونتو في دو مينوت شانجمون منا دو كونتران على الليني نتاع الواحد وسونتراج وطلعوا ماركه يعني وصلك معناتها وصلك بسهوله في دو مينوت معناتها وصلك، وكيفاش نقولوها معناتها مش هكا اللي حط كوره وكذا، عمل لك ديزيكيليبر نتاعك في الديفونس وطلع لك دو كونتران مع سامح الدربالي وعمل لك السونتراج وتمرك البونتو، يعني انت دخلت ديريكتومون دخلت حال اللعب ودخلت تحب تلعب للفوق ودخلت على رسالمون، كنت نجم تستنى شويه تشوف ليكيب ادفيرس تحط البلوك نتاعك وتستنى اللي يغلط، هو قالوها راه قالوا احنا استنينا اللي بشغلت الاسبيرونس، هما لعبوا كيما قلت لك لعب على حسب الامكانيات نتاعو، بلوك با يعرف الاسبيرونس قويه عمل البلوك با نتاعو سكر اللعب في الوسط قاعد يلعب على على الغلطه نتاع الديفونس نتاعنا على الميليو ولا على الاخطاء الانديفيديوال نتاعنا. غلط معين البارح تحمل المسؤوليه في الهزيمه، ما قراش اللعبه بالكدا، مشى احنا لو بيناتنا حتى الجمهور بتاعنا يتحمس في توره كيف احنا ميور كيب في تونس لكن ماناش ميور كيب في الافريقي، لازم نقبل ما بتين بطل الافريقي تبعش باقي تم جمعيات كبار في الافريقي ماكش باش تابليك عليها السيستم تاعك اللي تلعب به في تونس، باش دخل الجمهور قلت لي جمهور الجمهور خاطري غلط شويه معناتها فتغرى شويه زاد بالكيب وطالب طالب السوبر كوب بالسيف جايب، وما يعرفش اللي سوبر كوب ما تتلعب وما تتربح كان ما تتهز معناتها كان بعد 90 دقيقه، احنا ماشيين فافوري هما ماشيين حاطين ساقهم في القاع عارفين شو يعملوا، مثلا الضغط على الملاعبيه احنا ماشيين فافوري ضغط كبير على الملاعبيه ضغط كبير على المدرب، حتى في الرجعه نتاع اللعبه جوريت ما نجمش ترجع مونتالمون ماهيش حاضر، علاش ما نجمش ترجع؟ على خاطر حست اللي الحمل الكبير عليها برشا كان باش يخسروا التيتر هذايا دوزيام تيتر، حتى المدرب تحسه معناتها 90 دقيقة والله أنا معين خزرت في وجهه برشا مرات ماهوش أليس كيما الأنترونيور الآخر معناتها تحسه كريسبي شوية والضغط عليه كبير الضغط تم ضغط كبير. أنت حكيت على الجمهور في صفحات التواصل الاجتماعي شفتوه في فيسبوك تبعت شوية باجات يحملوا معين برشا المسؤولية، فما حتى شكون وصل لطلبه حتى بالتغيير تشوف معاهم سامي في رأي هذا وإلا ما لازمش نمسحوا كل شيء اللي عمل معين ما عمله حتى مدرب قبله هاز دو تشامبيونز ليج ومعاه ولا بعضهم ما لازمش توقف على مقابلة، شنو رأيك أنت؟ انا مش نمشي هز دو شامبيونز ليغ لكن ستيل دو جو نتاع معين انا يعجبني معناتها وذاك ستيل مودرن وذاك ستيل حاجتنا به ستيل، لكن ستيل هذايا راهو اللي اللوم عليه انا انه الترجي مش موسع الاستشاره نتاعو، الترجي معناتها معين قاعد يخدم وحده هو ومجدي تراوري مع شكون المستشارين، نتصور انا المستشارين شكون القراب ما عنديش فكره شكون المستشارين، لكن الترجي لو كان جاي موسع ستيل دو جو هذايا نقرا عليه عندي 10 سنين ولا 12 سنه هذايا وسميته انا ستيل نتاع لو 6 سكوند اللي يلزمكش تخسر الكوره ويلزمك تفك اقل من 6 سكوند، كل كوره تخسرها على خاطرك انت تخسرها وما تترجعهاش في ساعه راهي باش تولي لك اتاك دونجوريو معناتها اتاك قويه، علاش؟ على خاطر انت اون ديزيكيليبر وانت باش تدور الكوره وانت في التيران ماكش واقف صحيح وباش تطلع لرير دروا وباش تطلع كذا وباش تبدا تخدم باش تعمل سير نومبر، هذا هو اللي نقولوا انا ستيل هذايا باهي عاوننا برشا في تونس معناتها في تونس نجمنا نسيطروا عليه افريقيا كنا نجمو نصلحوا حاجات فيه بستيل هذايا ما نتهوروش فيه، حتى راح نتصور التهور البارح ما نتهوروش فيه باش نجمو نمشيو لبعيد مع دي كلوب عندهم كما قلت لك عندهم البلوك با عندهم الديفونس باهيه وي سورتو عندهم التكنيك مع جمعيات عندهم التكنيك تلقى روحك اون ديزيكيليبر بصوره راهو يسولك البارحه 5 و6 فرص. باهي سامي قبل في تصريح مهني معنا قلت معين لازم معاقد طويل المدى مع الترجي، ما زلت شادد في الكلام تاعك ولا؟ لا شادد في الكلام تاعي لانه الجو هذاك مش يلعب لك حتى اونترونور بالجو هذاك في تونس، الناس الكل باش تخاف اللي باش تجيبه راهو باش تطلب منه ريزلتا باش يسكر لك اللعب وباش يلعب لك على البلوك وباش يلعب لك على كذا وما يوريكش ما يفرجكش. ويحب يعمل لك الريزلتا، لكن انا اللوم معين انا قلت لك اللوم في حاجه ثم دي ماتش هذوما اللي ماتش هذوما تاع تيتر ماتش واحد تاع تيتر ما يلزمكش تفرج. معناها مع انه التصليح معناها مع التصليح ومع انه معين يقعد مع انه الكوره اللي يعمل فيها معين قلت لك باهيه مع انه يتعلم مع انه يسال
مع انه الكره راهي ماهيش علم لازم هذاك عنده معلومه هذاك عنده معلومه. كما قلت لك تم اخطاء بدائيه صارت نجموا نتفاداها. وكو باهي مازال مواصلين في حوار معاك سامي عريس باش نجم نحكيو شويه على المقابله وعليك انت خصوصا فدوا تركي بعد شويه في الاخبار بعد مواصلين حتى الخمسه نتاع العشاء. زون ميكست 7 sur 7 عودة لأحداث الأسبوع كل نهار أحد على إكسبرس أف أم. عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة يكون ضيف برنامج 7 sur 7 نهار لأحد من نصف نهار الماضي ساعة على إكسبرس أف أم. 7 sur 7 مع نشأة عزوز. الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري.